بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبي الهادي نبي محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. في سورة قنطرة النجار التعليمية تستقبل مع حضراتكم سلسلة الشروحات المتميزة. اليوم هنشرح حل امتحان كامبريدج بالنسبة للباوربوينت 2010 باللغة الإنجليزية، وهو ما يعادل اي سي دي ال فيرجن 5 بناء على طلب الأصدقاء والزملاء، وتلبية وتغطية للعجز الموجود في المواقع والمنتديات الموجودة على النت. دائما وأبدا تابعونا على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة طارق النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarikinagar، أو مدونة قناة طارق النجار التعليمية mrtarikinagar1.blogspot.com، أو منتديات كنوز الطارق www.farmers.com/forum.bhb. تعالوا بينا ننفذ مع بعض هذه الجزئية عملا. هنقوم بتشغيل البرنامج سواء باختصار أو من قائمة ابدأ، واحنا مدربين كويس، وان شاء الله هيكون اسفل هذا الفيديو برنامج كامبريدج بالاضافه الى لينك لتحميل اوفيس 2010 باللغه الانجليزيه. بعد التشغيل تظهر هذه النافذه، هنقول اد كلوز، ثم احنا بنتعامل مع اللغه الانجليزيه. لو عايز عربي تضغط عربي يديك كده عربي، لو عايز انجليزي تضغط انجليش، ثم هنكتب كلمه ادي اليوزر نيم ثم الباسورد، دي مساواه كابيتال او سمول بالنسبه لي الاثنين، ونضغط على لوج ان للدخول. ننتظر الى ان يتم تحميل البرنامج. هتظهر لنا نافذه، النافذه دي بتظهر السبع مديولات الخاصه بكامبريدج واللي هي بتعادل الاي سي دي ال في اصداراتها الحديثه. عشان نقدر نتعامل بكفاءه مع هذا البرنامج يلزمنا انك انت تكون قايم بتسطيب برنامج ويندوز 7 على الجهاز بالاضافه الى اوفيس 2010 باللغه الانجليزيه. ظهرت هذه النافذه زي ما احنا شايفين. هنقوم باختيار باوربوينت فاونديشن. نركز كده مع بعض يا شباب، النسخه اسمها تاج كامبريدج اكزامز 2010 ديمو، هذا الاصدار ده خاصه بالحصول على دبلوم كامبريدج الدولي زي انترناشونال دبلومه ان اي تي سكيلز. هنقوم باختيار باوربوينت فاونديشن. الاكزامز ديوريشن، مده الامتحان 20 مينتس. هنضغط على ستارت اكزام، ومن هذه الرساله بيقول ار يو شور، هل انت متاكد وانت تو يو ستارت، انك عايز تبدا الباوربوينت؟ هقول له يس، وننتظر الى ان يتم تحميل البرنامج مع فتح برنامج الباوربوينت للتشغيل. وزي ما قلنا لازم يكون عندك النسخة باللغة الإنجليزية. هنبدأ دلوقتي الامتحان مكون من 3 أجزاء مدته 20 دقيقة، كل جزء مكون من 5 أسئلة. الآن احنا في الجزء الأولاني، يو ار ناو ان ابارت 1، هنضغط على أوكي. آدي دلوقتي العداد بيبدأ بالعكس من 20 يبدأ يقل، احنا في الجزء الأولاني بارت 1. هنبص للأسئلة الموجودة، السؤال الأولاني من 5 أسئلة، السؤال الأولاني من 5 أسئلة مكون من جزئين. هنضغط دلوقتي على كنترول او، او نروح من قائمه فايل ونختار اوبن، الاثنين صح، ثم هنختار السي، ومن السي هنختار كامبريدج، ثم نختار الملف ابو غزاله اي سي تي اكاديمي، اقول له اوبن. ده الجزء الاولاني من السؤال الاولاني. طيب يتم فتح الملف. بقيه السؤال الاولاني بيقول لي انسيرت ذا سلايد نمبر ان ذا تكست بوكس اوف ذا فورث سلايد، يعني قوم بادراج رقم الشريحه في مربع الحوار الموجود في الشريحه رقم 4. طب الشرائح هنا مترقمه هي، ابدا استخدم سكرول بار شريط التمرين، اقف عند الشريحه رقم 4، هلاحظ هنا في تكست بوكس، اقوم بوضع المؤشر بهذه الطريقه، ثم بعد ذلك هنختار قائمه انسرت، ومن قائمه انسرت هنختار سلايد نمبر على هذا النحو، ثم نضغط على نيكست. بعد ذلك ده السؤال الاولاني. السؤال التالي يقول لي انسرت سلايد نمبرز ان اول سلايد اكسبت تايتل سلايد، بمعنى قوم بادراج او اضافه ترقيم للشرائح بالنسبه لكل شرائح ما عدا العنوان. هنعمل ايه؟ لازم تقوم بالغاء التحديد. الغينا التحديد على هذا النحو اهوت كده، لازم تلغي التحديد. ثم بعد ذلك بعد ما الغينا التحديد هنضغط على سلايد نمبر، من سلايد نمبر هيطلع صندوق حواري اهي، هختار سلايد نمبر وي دونت شو، ثم اختار ابلاي تو اول للتطبيق على الكل. بعد ذلك نضغط على نيكست. السؤال رقم 3 بيقول لي احذف اخر شريحتين، ديليت ذا لاست تو سلايدز، اتحرك بشريط التمرين واقف على اخر شريحه
اقف على اخر شريحه، ثم اضغط على كليك يمين، ومن القائمه المختصره اختار امر ريد سلايد، وكده تم حذف واحده. طيب هنا هو برضه اضغط كليك يمين واختار ديليت سلايد، فيتم حذف الشريحتين، ثم اضغط على نكست. السؤال رقم 4 بيقول لي انقل موف سلايد، انقل الشريحه اللي اسمها اكاديمي اوبجكتيفز فين؟ في اخر العرض التقديمي تو بي ذا لاست سلايد ان ذا برزنتيشن. يبقى هدور على هذه الشريحه، نشوف كده هذه الشريحه اهي اللي هي اكاديمي اوبجكتيفز، نضغط ونسحب، نضغط ونسحب لحد ما يتم وضعها في اخر الشرائح، ثم اضغط على زر نيكست. اخر سؤال في الجزء الاولاني بيقول احفظ التغيرات، سيف ذا تشينج ميد تو ذا برزنتيشن، احفظ التغيرات التي قمت بها او احفظ التعديلات التي اجريتها على العرض التقديمي. لكل اللي عليك انك تضغط على اداه الحفظ او كنترول واس، فتم كده حفظ التغيرات. ثم بعد ذلك قال لي احفظ اند سيف از ريجنال اوفيس، احفظه باسم جديد اسم ريجنال اوفيس داخل المجلد كامبريدج. اروح لقائمه فايل، من قائمه فايل اختار امر سيف از، واتاكد ان انا موجود الاول في مجلد كامبريدج في السي، ثم ابدا اكتب الاسم الجديد باللغه الانجليزيه، ادي الاسم الجديد. بعد ما كتبنا نتاكد الاسم صح، هو ما طلبش مني ان انا اغير اكستنشن او الامتداد، اضغط على زر سيف، ثم بعد ذلك هنضغط نيكست. كده هو بعد ذلك كده احنا خلصنا 5 اسئله، اضغط على نيكست بارت للانتقال الى الجزء الثاني. ار يو شور؟ يس. هنضغط على يس وننتظر ان يتم تحميل الجزء الثاني. الجزء الثاني مكون من 5 اسئله اخرى. يو ار ناو ان ابارت 2، هقول له اوكي. اول حاجه برضه عايز افتح برزنتيشن عرض تقديم، اوبن ذا برزنتيشن طلال ابو غزاله ريال استيت مانجمنت اند ديفلوبمنت. هعمل ايه؟ هروح من قائمه فايل واضغط كنترول هوم وهنختار اوبن، ومن اوبن اتاكد ان انا موجود في السي، ومن السي اروح لمجلد كامبريدج، ثم اختار الملف الخاص بطلال ابو غزاله ريال استيت واضغط على اوبن. ده الجزء الاولاني من هذا السؤال. طيب الجزء الثاني بيقول لي ان ذا سب تايتل سلايد 1، بيقول لي في العنوان الفرعي الموجود في الشريحه الاولانيه اكتب تاجي عقارات. يبقى انا هقف دلوقتي عندي، انا واقف اهو بالفعل اهوت، هي دي بيقول لي اهو دي اسمه سب تايتل. ليه؟ لان ده عباره عن العنوان الرئيسي، يبقى ده اللي هو العنوان الرئيسي، ده العنوان الفرعي. هنبدا نكتب كلها كابيتال بالطريقه دي كده، ادي تاجي وبعدين شرطه عقارات، تاج عقارات، ونتاكد من الليزبلينج انه سليم. كده خلصنا هذا السؤال، ثم اضغط على زر نكست. السؤال الثاني بيقول لي طبق ابلاي فلو ثيم تو اول سلايدز ان ذا برزنتيشن، طبق او نفذ قالب التسميم اللي اسمه تدفق على جميع شرائح العرض التقديمي. في الوقت ده هروح لقائمه ديزاين اللي هي قائمه تصميم ديزاين، ثم هنبدا نبحث مع بعض على فلو، نبدا نحرك كده. لو الاسم مش موجود اضغط على هذا الزر وابدا اختاره، هذا هو فلو، تضغط مره واحده فيتم تطبيقه على جميع الشرائح. ثم نضغط على نيكست. السؤال الثالث، السؤال الثالث بيقول موف سلايد 5 تو بي ذا ليست سلايد ان ذا برزنتيشن، بمعنى انقل الشريحه الخامسه لتصبح اخر شريحه في العرض التقديمي. يبقى نحرك شريط التبريد سكرول بار الى ان تظهر الشريحه الخامسه، ظهرت الشريحه الخامسه اضغط عليها، وانت ضاغط اضغط واسحب للاخر فيتم وضعها في اخر الشرائح، ثم نضغط على زر نيكست. السؤال الرابع بيقول لي كرييت فوتر ذا برزنتيشن ذات كونتينز تاجي اكارات، بمعنى انشئ التزييل للعرض التقديمي يحتوي على النص اللي هو تاجي للعقارات. كل اللي هنعمله في الوقت ده وانت ما زلت موجود في القائمه ديزاين، هتختار في القائمه اسف، هنروح بيقول لي هنا انشئ، انشئ يعني ادراج، كرييت بمعنى ايه ادراج. هروح لقائمه ادراج انسرت، ومن قائمه ادراج انسرت هنختار راس وتسجيل الصفحه اللي هي الهيدر اند فوتر، ادي الهيدر اند فوتر، ومن الهيدر اند فوتر هتظهر هذه النافذه. هنقوم بتنشيط اللي هي سلايد نمبر، تنشيط اللي هي سلايد اسف، تنشيط فوتر لازم نقرا كويس، يبقى ايه؟ كرييت الفوتر، يبقى تنشيط الفوتر، ثم نكتب هذه العباره باللغه الانجليزيه اللي هي تاجي شرطه اكارات،
بنفس الطريقة. يبقى كتبناها، يبقى كل اللي احنا عملناه رحنا إلى قائمة insert، من قائمة insert ضغطنا على أداة header and footer، ثم قمنا بتنشيط الفوتر وكتبنا هذه العبارة. طالما هنا ما حددلكش إن يتم تطبيقها على جزء معين، يبقى المقصود التطبيق على الكل، أقول له apply to all ثم next. السؤال الخامس والأخير في هذه الجزئية بيقول لي سيف ذا تشينج، احفظ التغيرات يو ميت برزنتيشن اللي انت قمت بيها. يبقى هضغط على اداه حفظ لحفظ هذه الايه التغيرات. دي جزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه انك هتحفظه باسم اسمه ريال استيت ديفلوبمنت بتنسيق باوربوينت شو على سي. يبقى الجزئيه الثانيه ثلاث اجزاء. هتحفظ الاول باسم، هتختار من قائمه فايل، هتختار امر سيف اس، وفي سيف اس هتكتب ريال استيت، ريال استيت، وناخد بالنا بالسبلينج اي اس تي اي تي اي استيت ديفلوبمنت، ادي ديفلوبمنت. بعد ما اتاكدت من كتابه الاسم النوع، لازم هتغير النوع، انا هخليه باور بوينت شو، خليه باور بوينت. يبقى كتبت الاسم صح، اتاكد منه، اتاكد انك انت حفظته كباور بوينت شو، لانه بيقول لي فورمات باور بوينت شو. ثم بعد ذلك اتاكد انك انت بتحفظ في كامبريدج في سي، ثم اضغط على سيف، ثم اضغط على نيكست. كده خلصنا الجزء الثاني، هضغط على نيكست بار، ثم اقول له يس للانتقال الى الجزء الثالث. الجزء الثالث لا يختلف كثير من ناحيه السهوله عن الجزء الاولاني والثاني، بس مهم جدا عمليه التركيز في الحروف سواء كابيتال او سمول، وتحديد الباص او المسار واختيارها بعناية. قمنا بتحميل اهوت، قمنا بالتحميل، هقول له اوكي. ده الجزء الثالث، هاخد بارت 3. بارت 3 السؤال، الجزء الثالث خمس اسئله. السؤال الاولاني مكون من جزئين، بيقول لي اوبن ذا برزنتيشن كامبريدج انترناشونال سنتر، يعني افتح العرض التقديمي اللي هو مركز كامبريدج الدولي. يا اما تضغط على كنترول او، يا اما تروح من قائمه فايل، من قائمه فايل هتختار اوبن، ثم المسار التقليدي بتاعنا انك تحدد السي ثم الكامبريدج، وبعدين تختار كامبريدج انترناشونال سنتر وتضغط على زر اوبن، فيتم فتحه على هذا النحو. الجزئيه الثانيه بتقول لك ايه، انسى سلايد 1، يعني في الشريحه الاولانيه ديليت، احذف البرايمري فيتشر لانس واستبدلها بالبروفيشنال كواليفيكيشن. يبقى احنا فعلا في الشريحه الاولانيه هروح للبرايمري اهوت، او المقصود هنا انك تقوم بتحديده وتكتب البروفيشنال، ادي بروفيشنال بروفيشنال كواليفيكيشن، ناخد بالنا بالسبلينج يا شباب، يبقى بروفيشنال كواليفيكيشن. خلصنا، اضغط على نيكست. السؤال الثاني بيقول لي ابلاي ابيكس ثيم تو اول سلايدز ان ذا برزنتيشن، يعني عايزينك تطبق قالب التصميم اللي اسمه ابيكس اللي هو انقلاب على جميع الشرائح. هنعمل ايه؟ هروح لتصميم، ومن تصميم هنبدا ندور على هذا اللي هو الابيكس، نشوفه كده مع بعض. كله بس عليك انك تختاره تأهولا، اضغط ضغطة واحدة فيتم تطبيقه مباشرة على جميع الشرائح. نكست. السؤال الثالث تشينج ذا اورينتيشن، يعني قوم بتغيير اتجاه، تشينج ذا اورينتيشن اوف اول سلايدز تو لاند سكيب، قوم بتغيير اتجاه جميع الشرائح الى الاعداد الافقي. وانت في ديزاين في حاجة اسمها سلايد اورينتيشن، اختار منها لاند سكيب فيتم تطبيقها مباشرة. نكست. السؤال قبل الاخير الرابع بيقول لي موف سلايد 5، انقل او حرك الشريحه رقم 5 في البرزنتيشن تو بي لاست 1 اند سيف ذا تشينج، يعني مطلوب منك انك تحركها بحيث انها تكون الاخيره الشريحه رقم 5. نحركها بحيث انها تكون رقم اهوت، نحرك الشريحه 5 نحركها للاخر. يبقى ديت المطلوب انك دلوقتي تقوم بتحركها تصبح اخر شريحه، ثم بعد ذلك احفظ التغيرات. هنضغط على اداه حفظ بهذه الطريقه. نكست. حاليا احنا في السؤال الخامس والاخير، ودي اخر سؤال بالنسبه للامتحانات. بيقول يوزنج فيو منيو، استخدم قائمه عرض سيلكت ذا برزنتيشن لاختيار، اجي راح لقائمه عرض وهروح من سويتش ويندو واختار اباوت زجزام كويس، وبعدين اند سيف ات اس كامبريدج انترناشونال دبلوما ان بزنس، مطلوب انك تحفظها بالاسم الجديد. اجي راح من قائمه فايل اختار سيف اس، ثم اكتب الاسم الجديد كامبريدج كامبريدج انترناشونال
دبلومة in business. بعد ما تأكدت وتأكد من الباص أو المسار، أدي كامبريدج، نتأكد انترناشونال دبلومة ان بيزنس، أقول له سيف، أضغط على زر السيف ثم أقول له نكست، أوكي. بعد ذلك أقول له فينيش إكزام يس، وأنتظر النتيجة. وزي ما إحنا متعودين بالنسبة لحلولنا كلها إن شاء الله بنحصل على الدرجات النهائية. وزي ما احنا شايفين كونجراتيشن، الف مبروك، حصلنا على الدرجه النهائيه ليور مارك. الدرجه الحاليه اللي انت حصلت عليها هي 100%، درجه النجاح هي 80%. سعدت بكم انا طارق من قناه طارق المجال التعليمي، اتمنى ان اكون اسعدتكم وبسطت لكم هذا الموضوع. يا ريت دائما وابدا تابعونا على قناتنا على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarikmajar، قناه طارق المجال التعليمي على اليوتيوب، او مدونتنا مدونتكم مدونه قناه طارق المجال التعليمي mrtarikmajar1.blogspot.com، او منتديات كنوز الطارق www.forums.kunuz.com/forum.php. والسلام عليكم.